السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. حضرتك يا شيخ عندي سؤال بس لو سمحت. سأل. دلوقتي يا شيخ أنا دلوقتي في تجارة. أيوه. فدلوقتي يعني ساعات كده مثلا أنا أكون شاري حاجة مثلا وليكن ب 100. إيه. ولكن يعني العميل أو الزبون اللي قدامي يضطر إن أنا أقول له إيه؟ لا دي ده أنا عليا مثلا ب 110 عشان خاطر ما يتعبنيش. كذاب. كذاب. طب ما هو يا شيخ مش مصدق يعني مش مصدق ما يشتري، انت حر كله. انا ابيع لك هذه السلعه ب1000، عجبك اشتري، عجب كون قوي الشخصيه في البيع، لا تكذب. تمام يا شيخ، بس خليك قوي الشخصيه، ما تخشى. سؤال تاني يا شيخ، سؤال تاني. لا تخشى الا الله، لا اله الا الله.